وذكر حجاج أذربيجان خبر هرب الأمير ديسم بن إبراهيم عنها. كان ديسم من كبار القادة عند الأمير يوسف بن أبي الساج صاحب أذربيجان، وبعد وفاة ابن أبي الساج استولى ديسم على البلاد وطرد الحمدانيين من المناطق الجنوبية. هجمه المرزبان بن محمد بن مسافر وخسر المعركة وأسر وأودع السجن 7 سنوات. ثم أسر البويهيون المرزبان وسجنوه في قلعة سميرا. ولى ركن الدولة البويهي القائد محمد بن عبد الرزاق على أذربيجان، فاضطر وهسوذان أخو المرزبان إلى إخراج ديسم من سجنه لقتال محمد بن عبد الرزاق، فاستطاع ديسم امتلاك أردبيل واستعادة أذربيجان وأصدر النقد باسمه. في هذه السنة فر المرزبان من سجنه بقلعة سميرة وتحالف مع القائد علي بن ميشك الديلمي وسار لقتال ديسم في جيش كبير. وأثناء الحرب ترك الديلم جيش ديسم والتحق بجيش المرزبان، فلم يتمكن من الصمود وفر مع من تبقى معه إلى السلطان معز الدولة البويهي في بغداد،